هذا المعارض يعني هو خلق واحد الفضاء لتسويق المنتجات المحلية بالجهة، والمعرض اساسه هو تسويق المنتوج وكذلك الاشعاع ديال المنتوج المحلي. وحنا اليوم مشاركين فيه جميع الاقاليم ديال الجهه وكذلك الجهات المملكه من اجل تبادل الخبرات ومجال بين التعارف بين الحرفيين وذوي الاشعاع عنده هذه المعارض. وهذه المعارض هي كتخلق واحد رواج بالنسبه للمنتوجات المحليه. وحنا اليوم كنشكروا هذو العارضين اللي جاوا من كل اقليم من مدينه العيون، وكذلك نشكر الناس ديال العيون اللي حضروا في هذا المعرض اللي هو فضاء من اجل ابراز المنتوج المحلي لهذه المنطقه. الافتتاح ان شاء الله الرسمي هو بدان الصباح ان شاء الله، والمعرض فيه 7 ايام ديال العرض من اجل نخلوا واحد الفضاء بهذه المناسبه ديال عيد العرش. فخر واعتزاز هذه المشاركه اللي جانا نشاركوا بمنتوجات أرغان ومشتقاته اللي تنظل يعني من طرف الاشخاص وضعيه اعاقه بمدينه بوجدور. هذا المشروع اللي يعد قيمه مضافه لاقليم بوجدور وللجهه ككل، بكونه يعني يضم عدد كبير من المنتجات المجاليه. ونحن جد سعداء وفخورين بهذه المشاركات العديده في عده معارض وطنيه واقليميه، وكذلك تصدير المنتجات للدول الأوروبية. التعاونية الحمد لله ماشية، لأنه أكثرية منتجاتنا منتجات صحراوية محلية، نعدلوا فيها الماسكات ونعدلوا فيها مواد تجميل للعرايس ونعدلوا فيها حفول العرايس اللي المهم المتداول هون في المنطقة ككل، منطقة الجنوب منطقة الجهات الثلاث. مسائلنا كاملة معروفة تقريبا، ما عندنا أي إشكالات الحمد لله. عندنا إشكال شوي في مسائل الدعم، هذا هو المشكل اللي نراه. اما بالنسبه للمواد الاوليه، المواد الاوليه بما اننا احنا مساكنه المحليه الحمد لله موجوده كامله، الحمد لله يا رب رانا حامزينك، والحمد لله نبغوا الازدهار ونبغوا نتقدموا بها لقدام، نبغوا ياسر التوسعات ونبغوا الحمد لله على كل حال. والمعرض الحمد لله زين والناس مشاركه فيه، يعني الناس الإقامة التغذية والتنظيم زين الحمد لله. هنا تيا جمعية النيلة لصنع الخيام والزينة التقليدية وأعشاب الطبية مشاركة منتوج التقليدي اللي هو الرشوش والبخور والملاحف المحفلات والدراري ومن مصنوعات من المصنوعات الجلدية، يعني مسائل بصمة الصناعة التقليدية نبغوها إن شاء الله تبرز الوجود ديالها. ونتمنى التوفيق كلجنة كرئيس غرفة الصناعة التقليدية وكالأعضاء الصاهرين على هذا التنظيم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابونا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.